حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للتغلب على تداعيات أزمة الفساد المالي لا تتوقف، فبعد قانونين مثيرين للجدل يتعلقان بمراقبة الإنترنت والسيطرة على القضاء، يبحث البرلمان قانونا جديدا للاستخبارات ترفضه المعارضة. نائب رئيس الوزراء بصير أتلاي أفاد بتجسس أجهزة الاستخبارات على أكثر من 2000 شخص في تركيا بقرار قضائي، أكثر من نصفهم أجانب. عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس بحسب رأيه. القانون الجديد يمنح جهاز الاستخبارات صلاحيات غير مسبوقة وحصانة كبرى في مواجهة القضاء والأمن، كما يسمح لوكالة الاستخبارات بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في البلاد وخارجها دون الحاجة لقرار قضائي. أردوغان لم يكتفي بسلسلة القوانين، بل واصل عمليات إعادة هيكلة الشرطة التي يتهمها بالولاء لحليفه السابق الداعية فتح الله جولن. الحكومة قالت إن الحملة تستهدف عناصر من الشرطة تجاوزوا سلطاتهم خلال مداهمة أدت إلى اعتقال متورطين في قضية الفساد، كان آخرها نقل 1000 من عناصر الشرطة التركية بحسب وزير الداخلية أفكان علاء، معتبرا أنه إجراء اعتيادي. هذا ولا تزال الحملة مستمرة ضد جهاز عملت الحكومة لسنوات طوال على تعزيز قوته للتصدي لنفوذ الجيش وتعيين قادة فيه تنتمي لحركة جولن لضمان ولائها. بشاير المطيري، العربية.